انحكم عليك في الدرجة الابتدائية، ثم اعترضت على الحكم الابتدائي بمذكرة اعتراض أمام محكمة الاستئناف. في هالمقطع هذا بقول لك 9 خطوات مهمة يجب عليك أنك تستحضرها قبل حضور جلسة الاستئناف الأولى. إذا لم تستحضر يعني هذه الخطوات فقد تقل جدوى القضية وقد يقل أيضا جدوى الاعتراض أمام محكمة الاستئناف. أول خطوة هي مراجعة الحكم الابتدائي. الحكم الابتدائي لابد يكون عندك يعني اطلاع على التفاصيل الواردة في الحكم الابتدائي. يا جماعة الخير، أنا استغرب أن في بعض الأشخاص يحضر جلسة الاستئناف ويكون هو كاتب مذكرة اعتراضية، فتجد أنه قبل الجلسة بربع ساعة أو 20 دقيقة يروح بسرعة كذا يفتح اللابتوب ويبدأ يبحث عن مذكرة اعتراضية، ثم يقراها بشكل سريع كذا، ثم يحضر جلسة الاستئناف وهو ما اطلع على الحكم الابتدائي. أذكر في واحدة من القضايا الخصم صار يعني في هذا الأمر وتأثر بسبب يعني بسبب التقصير هذا، اطلع على مذكرة اعتراض ولم يطلع على الحكم الابتدائي. فلما دخل قاضي الاستئناف سأل الخصم أسئلة دقيقة جدا جوابها كان موجود في الحكم الابتدائي، بس لأنه ما اطلع على الحكم الابتدائي أحال على الحكم الابتدائي، قال والله شيخ ما عندي جواب وأحيل فضيلتكم على الحكم الابتدائي، وفي الأخير خسر القضية وتأيد الحكم لصالحنا. عشان كذا يجب عليك أنك تطلع على الحكم الابتدائي ولا تكتفي فقط بمذكرة الاعتراض. أما الخطوة الثانية وهي أيضا بديهية هي مراجعة مذكرة الاعتراض التي قمت بكتابتها. أتفاجأ أحيانا أني أجد أشخاص حتى مذكرة الاعتراض ما يقرأها، يدخل يعني يدخل جلسة الاستئناف ويترافع لدى دائرة الاستئناف هو حتى مذكرة الاعتراض لم يقرأها ولم يطلع عليها ولم يستوعبها. قد يكون بينك وبين يعني حضور جلسة الاستئناف قرابة شهر، قد يصل الموضوع إلى يعني شهر ونص بين كتابة مذكرة الاعتراض وبين حضور جلسة الاستئناف. فخلال هالمدة هذه طبيعي جدا أنك يعني تنسى أو تسهو عن بعض التفاصيل المؤثرة التي اعتمدت عليها بعد الله في كتابة اعتراضك. فرجوعك إلى الاعتراض واستيعاب اعتراضك ومراجعة اعتراضك ومراجعة الحكم الابتدائي من الضرورة والأهمية بمكان. أما الخطوة الثالثة هي تحضير المستندات والأدلة. أنت كتبت في اعتراضك أن إشارتنا إلى المستند كذا 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 وإلى الدليل الفلاني كذا 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 كذا، فقد انغمس الحكم الابتدائي بالخطأ لأنه كذا وكذا وكذا، لأنه خالفك. طيب راجع أنت المستندات هذه، اعتمدت مثلا على اعتراضك أو في اعتراضك على مثلا قوائم مالية للشركة، راجع القوائم المالية. اعتمدت في اعتراضك على مثلا كشف حساب، راجع يا أخي في الله كشف الحساب، راجع الحوالات، راجع يعني المبالغ المالية الواردة في هذا الكشف، استذكر تواريخها، استذكر مقدارها، استذكر عددها. لو سألك قاضي الاستئناف قال لك يا فلان كم حوالة هي في كشف الحساب، تقول دقيقة يا شيخ بالله دقيقة برجع لللابتوب وبشوف، وتقعد قدام قاضي الاستئناف بهذه الطريقة والقاضي الاستئناف ينظر إليك وأنت ترجع دقيقة شيخ هذه الحوالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، 8 حوالات يا شيخ. بالله عليكم هذا مظهر، هذا منظر، تعطل دائرة الاستئناف وتؤخر دائرة الاستئناف عن عملها عن أدائها لواجبها بسبب أنك والله ما استحضرت كم عدد الحوالات. خطأ كبير، لابد أنك ترجع للمستندات والأدلة التي استندت إليها في اعتراضك، هذا إذا أردت أنك تكسب مرحلة الاستئناف. أما الخطوة الرابعة هي التحضير لحجج الخصم. أنت الآن كتبت مذكرة اعتراض ورفعتها عبر النظام، ثم حدد لها جلسة أمام محكمة الاستئناف. طيب الخصم لا تظن أنه بيجي بيقدر يناظر فيك؟ الخصم قطعاً راح يكون عنده حجج ترد على اعتراضك. هذا إذا كان يعني الخصم متهيئ لهذا الأمر، إذا كان الخصم والله وده يكسب القضية ضدك فبيكون متهيئ لهذا الأمر وبيكون عنده حجج يعني بيحاول أنه يرد فيها على اعتراضك. لابد أنك تهيئ نفسك للرد على حجج الخصم. إذا ما هيئت نفسك للرد على حجج الخصم فإذا وثم جاء الخصم وأبدأ حجج معينة ثم عرضها عليك قاضي الاستئناف وقال وش ردك عليها وأنت ما هيئت نفسك للرد عليها وقلت والله يا شيخ أطلب مهلة أو برجع إلى موكلي، فهنا سيضعف موقفك القانوني. قد تطلب مهلة ويحق للدائرة القضائية أنها ترفض مهلتك، تقول لا أجيب الآن، قدامك 5 دقائق الآن تجيب،
ما أجبت يقضي عليك القاضي ويضيع استئنافك واعتراضك هباء منثورا. فيجب أنك تستحضر حجج الخصم ويعني تهيئ رد عليها. من خطوات أيضا الاستعداد للأسئلة التي قد ترد من الدائرة القضائية. لابد أنك تحاول أنك تتنبأ بالأسئلة التي قد تردها الدائرة القضائية عليك. لابد أنك تتنبأ بهذه الأسئلة. لابد أنك إذا تنبأت بهذه الأسئلة أنك تعد جواب كافي ووافي لهذه الأسئلة. تقول والله أنا ما عندي خبرة، ما عندي علم، ما عندي والله دراية، كيف أقدر أتنبأ بالأسئلة؟ شوف اعتراضك، اقرأ الحكم، ادرس القضية. قطعاً إذا وضعت نفسك محل قاضي الاستئناف سترد عندك أسئلة. إذا وردت عندك هذه الأسئلة أحضر أو حضر أجوبة ملاقية لهذه الأسئلة. فإذا حضرت هذه الأجوبة بإذن الله يعني وسألك قاضي الاستئناف وأجبت عليها بجواب واثق، جواب شخص واثق من موقفه، واثق من يعني اعتراضه، وطبعا واثق قبل ذلك من ربه تبارك وتعالى، فأبشر بالخير. الخطوة السادسة هي مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. أنت اعتراضك مثلا ناشئ عن عقد شراكة، يا أخي راجع نظام الشركات، راجع أي نظام له علاقة بنظام الشركات، راجع أيضا نظام محاكم التجارية، راجع اللوائح التنفيذية التي لها علاقة بنظام الشركات. إذا كانت والله يعني أو كانت دعواك أو استئنافك عموما مثلا لها علاقة مثلا بموضوع عقاري بحت، راجع الأنظمة ذات العلاقة المتعلقة بالمواضيع العقارية. وقطعا إذا كان اعتراضك قوي راح تكون أنت يعني استندت في اعتراضك على مواد نظامية ونصوص نظامية واردة في هذه الأنظمة، فارجع إلى هذه الأنظمة راجعها، تأكد، ممكن تجد ترى لائحة أو مادة معينة أو يعني أمر معين أغفلت عنه أنت في الاعتراض، فيدعمك ويشد من أزرك بعد توفيق الله في ترافعك أمام درجة الاستئناف. الخطوة السابعة هي الإعداد الجيد للدفوع الشفهية التي قد يريدها الخصم. الخصم قد يكون متكاسل فما يطبق النظام ويقول أنا ما يحتاج أني والله يعني أرد عليها برد مثلا مذكرة، أكتب مذكرة وأوردها في ليلة الجلسة على مذكرة الاستئناف حقتك. ممكن يكون الخصم بهذه الطريقة، فيجي للجلسة يقول والله يا شيخ أنا أدفع بكذا وكذا وأرد على ما أورده المستأنف في اعتراضه بكذا وكذا 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 وأرد بكذا وكذا وكذا وكذا. تجدد الخصم بدأ يعني يسرد دفوع شفهية. لابد أنت قبل جلسة الاستئناف تحاول أنك تتنبأ بهذه الدفوع الشفهية. حط نفسك مكان الخصم. لو أنت مكان الخصم إيش بترد على هذه المذكرة؟ تلقى عندك رد ردين ثلاثة. حاول أنك تهيئ نفسك وتجهز نفسك الرد كافي ووافي بأسانيد شرعية وأسانيد نظامية على هالردود هذه اللي أنت الآن تنبأت بها. هذه ترى يا جماعة الخير إذا وصلت لهالمرحلة هذه فهذا الدليل أولا على حصافتك وكياستك وخبرتك في المحاماة، وأيضا هذه أمارة بإذن الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقك في كسب هذه الدعوة في مرحلة الاستئناف. وكثير والله يا جماعة الخير كثير من الدعاوى العقارية والدعاوى التجارية يعني تغيرت أحكامها رأسا على عقب 180 درجة في مرحلة الاستئناف بسبب أنك يعني أن المحامي الذي قام بكتابة هذا الاعتراض هيئ نفسه والتزم بهالخطوات اللي أنا أقولها لكم في هذا الفيديو. أما الخطوة الثامنة وهي ما قبل الأخيرة هي التحقق من سلامة الإجراءات الاستئنافية في هذا الاعتراض. تأكد هل أنت قدمت اعتراضك في المدة النظامية؟ إذا جاء الاستئناف وقالك يا مثلا يا سعد أنت قدمت اعتراضك في تاريخ إيش؟ في تاريخ كم قدمت اعتراضك؟ لابد تكون مستوعب متى قدمته، لابد تتأكد أن يعني اعتراضك الذي يرفق في النظام أنه مستوفي للمتطلبات الإجرائية الشكلية للاستئناف، وجود مثلا توقيع على كل صفحة، وجود اسم المستأنف، المستأنف ضده، رقم هويته، مكان إقامته، رقم جواله، الممثل، رقم القضية، تاريخ القضية، رقم يعني أشياء كثيرة، بنطوق الصك، أسباب الصك، أسباب الاعتراض، الطلبات في الأخير، عدم وجود طلبات جديدة، عدم وجود أدلة جديدة لم تظهر في الدرجة الابتدائية إلا إذا كان عندك عذر في عدم إظهار هذه الأدلة إلا أمام محكمة الاستئناف. يعني عدد من الحيثيات التي يجب عليك أنك تستوعبها ويعني تحيط بها قبل جلسة الاستئناف. أما الخطوة الأخيرة وهي الخطوة التاسعة هي أنك تحافظ على التواصل الجيد بينك وبين العميل.
إذا أنت محامي أو محامية أو محامي متدرب أو محامية متدربة، فترى التواصل مع العميل في يعني قبل الاستئناف من الأهمية بمكان. سيؤدي تواصلك الجيد والفعال مع العميل بإذن الله تبارك وتعالى إلى كسب الاستئناف. بتقول كيف؟ هذا عميل، فالخير يعني إيش بيسوي؟ إيش بيقدم؟ إيش بيأخر؟ يا أخي قد يعني يظهر لك هذا العميل بموجب هذا التواصل الجيد قبل الاستئناف معلومة معلومتين ثلاث تستند إليها وتعتمد عليها وتؤثر يعني عندك في ترافع أمام محكمة الاستئناف أو أمام دائرة الاستئنافية. معلومات قد لا تكون ظاهرة وقت كتابة المذكرة، ولكن ظهرت عندك قبل حضور الجلسة الاستئنافية. فليش تبخل على نفسك؟ ليش تبخل على عميلك وهو له حق، وخصوصا أن العميل هذا أولاك مهمة وأمانة ستسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. في نهاية المقطع لا تنسى تدعمنا بالاشتراك والنشر والإعجاب لعل الله أن ينفع به، وأيضا اكتب لنا تحت في التعليقات وش تبينا نتكلم عنه في الحلقات القادمة. الله يوفقنا وياك، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.